السلام عليكم. إذا كنت تعلم إفريقيا بكل متغيراتها، بتاريخها، بفقرها رغم ثراء أرضها، فالنيجر هذا البلد الحبيس في جغرافيته، الكبير في مساحته، المغطى بصحراء في غالبيته، قد يعيد حساباتك من جديد. ولن نتحدث ها هنا عن تباين قد يثير الحيرة في هذا البلد بين وفرة في ثرواته المعدنية وفقر مدقع يضرب جل شعبه وصل إلى حد مجاعة في سنوات مضت. لن نسترسل في تناقضاته فما أكثرها، لكن التناقض الآني الذي يلفت الأنظار هو تناقض ردات الفعل على أزمة السلطة التي تعصف بالنيجر في وقتنا هذا. قمم تعقد، وفود ترسل، تهديد ووعيد، من هنا تلويح شديد اللهجة بتدخل عسكري مساند للرئيس المحتجز، يقابله إنذار أشد لهجة بتدخل مضاد من هناك، إنذار تكاد تسمع طلقات الرصاص من بين ثنايا كلماته بأن دعوا المقادير تجري في أعنتها ولا تتداخلون لتغيير واقع الحال. وضع بلد بات صعبا، غامضا، بل ويزداد صعوبة وغموضا، بعقوبات تفرض، بمساعدات تقطع، وكأن رمال أرضه كان ينقصها خلط بماء لتصبح وعثا، رمالا متحركة تغرق الأقدام، تتيه العقول في متاهة لا نهائية إذا ما حاولت النظر إلى مستقبل قريب لهذا البلد، فما بالك بالبعيد؟ هل هناك فرصة لتسوية تفك شفرات تعقيد الأزمة؟ أم سيزداد الموقف تعنتا فتنزلق معه الأمور إلى معاناة تتعاظم وتوتر يشتد في بلد من الأساس يعاني؟ سلام الله عليكم.